هتشتغلي في خدمه الغرف. ايه هو ايه اللي ايه؟ هو انت فاكره اول ما هتشتغلي هتشتغلي مديره الفندق يعني؟ ايوه بس مش للدرجات دي يعني يا شوق. هو ده اللي موجود، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يعني انا بقى نازله في الفندق من كام يوم، النهارده هشتغل في خدمه الغرف. احمدي ربنا اللي وافق، وبعدين كفايه الفلوس اللي عليكي. ماشي موافقه. صباح الفل يا باشا. اهلا يا شو، صباح الفل. خير؟ البنت اللي كلمت حضرتك عليها امبارح مش بطاله جميلة. جميله. بصي دي معانا بقى من النهارده كده تحت ايدك لحد ما تتعلم. اوكي يلا. يلا تعالى. اي خدمه يا شو. شاكرين يا باشا. متشكرين. شاكرين يا باشا. يلا غيري هدومك. هو انا يعني كده خلاص اشتغلت؟ لا، المفروض يعني في اجراءات تتم الاول، يعني تقدمي اوراقك، تعمل لك عقد، بس عشان خاطر شروق المدير ظبط الليله كلها لحد ما يشوف هتنفعي ولا لا. هنفع ولا لا؟ انت متاكده انك فكرتي كويس قبل ما تعملي كده؟ ليه سألت سؤال زي ده يا بابا؟ ليه يا حبيبتي؟ مفيش حد بيعمل كده. انت بتعرف بقى ان انا اكتشفت اني بحبك وما اقدرش استغنى عنك. وانا كمان بحبك. بس الناس بتدور على الفلوس والثروه والقبعه، والعريس لما يجي لك يلاقيكي في قصر مش يلاقيكي في البيت الفقران العدمان ده. بس انا اكتشفت يا بابا ان السعاده مش في الفلوس. السعاده انك تعيش مع الناس اللي انت بتحبها. وحاسس معاهم بالأمان. ربنا يا بنتي يكملك بعقلك وما تندميش على القرار اللي انت خدتيه ده. طب تعرف ليه بقى يا بابا انا صممت اعيش معاك؟ ليه؟ عشان انت بتديني القوة. اه والله يا بابا، لما ببص في عينيك بحس ان انا ممكن احقق كل احلامي، حتى لما بحس بالضعف بجري عليك عشان اقعد معاك واسمع منك كلام حلو قوي يديني القوة. ربنا يخليك ليا. وانت كمان يا حبيبي.